السلام عليكم. معنا اليوم عدنا لكم أصدقائي. فقبل ما نتطرق لكم في الكلام فلا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصراحة اشتقت لكم كثيرا كثيرا كثيرا، والله اشتقت لتعليقاتكم، للرد على تعليقاتكم، لكل شيء صراحة. وفي هذه الشهور الأخيرة أو هذا الشهر الأخير صراحة اعتزلت اليوتيوب بشكل يعني نهائي، حتى المقاطع فيه لم أعد أدخل لأشاهد فيه مقاطع يعني فلا يمكنني يعني اعتزلت يوتيوب على هذا الشكل. الآن ما زالت المخالفات سارية، ولكن إن شاء الله قريبا ستنتهي. فحاولت أن أعود إليكم في هذا المقطع ونعود لكم بلعبة جديدة ورائعة جدا، وهي لعبة كابتن تسوباسا أو كابتن ماجد، أخيرا متواجدة على هواتف الموبايل ونسخة يعني يمكنكم تجربتها بدون مشاكل. فلكي لا نطيل عليكم فيلا بينا لنستعرض لكم هذه اللعبة الرائعة. الآن تجربة لعبة كابتن تسوباسا على الموبايل الخاص بنا. نعم، فكما تشاهدون سنجربها في هذا المقطع الرائع. لاحظوا معنا كابتن ماجد واللعبة باللغة الإنجليزية، يعني لم تعد باللغة الصينية ولم يعد فيها مشاكل أو شيء ما من هذا القبيل، بل صارت اللعبة باللغة الإنجليزية. هنا أول إصدار أو أول تجربة معنا في اللعبة، فكما تشاهدون هنا مثلا حركات، يمكنك عمل حركات على هذا الشكل. أوه، على هذا الشكل يجب علينا أن نضغط بشكل مستمر على هذا الشكل. واو 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 واو، شيء رائع جدا، شيء رائع جدا هذه اللعبة صراحة. هيا نضغط على نيكست. سنحاول أن نتخطى لكم هذه شاهدوا معي. واو، نحن من جديد، والهدف الثاني في هذه المستويات التعليمية، ما زال مستوى تعليمي آخر. واو، انظروا معنا حركات جميلة جدا. هيا نضغط هنا وسنستعرض لكم على ما اعتقد بعض من الجيم بلاي الخاص باللعبة. شاهدوا معنا هذه القوائم الخاصة باللعبة. على العموم سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي اول شيء، وبعدها نستعرض لكم القوائم الخاصة بهذه اللعبة الرائعة والجميلة صراحة. وما رأيكم في هذا الميكروفون صراحة؟ اشتريته جديد، ما رأيكم فيه؟ مثلا نيكس باج، شاهدوا معنا حبيبنا. نحن الآن سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي الرائع في هذه الأرضية المتنوعة على بركة الله. وهيا ننطلق، كيك أوف على هذا الشكل، باس، نعم على هذا الشكل يمكنكم عمل باسات. انظروا معنا، يا سلام يا سلام، الهدف الأول والاحتفالية الرائعة. شاهدوا معنا إلى الإعادة. ليست هناك إعادة. نعم صراحة اللعبة، نعم هذه على هذا الشكل كما قلت لكم، يعني هذه المستوى الأول، فبالطبع يكون فيه بعض الأشياء. نعم انظروا بعد، ما هذا الباس. على العموم لا مشكلة، نحن من جديد. ماذا تفعل؟ يجب علينا أن نعتاد عن التحكم صراحة. انظروا معنا هم يتقدمون. انظروا معنا، يا سلام يا سلام، انظروا معنا، الطاقة الخاصة به ستنفذ صراحة. يجب علينا أن نقوم بإعطائها لشخص ما
وأخذها لنا. انتهى الشوط الأول على ما أعتقد، أو انتهت المباراة، نعم، وفزنا على ما أعتقد بواحد مقابل لا شيء. شاهد معنا، نقوم بالضغط على هذا الشكل ليف تشالنج، يعني نقوم لنرجع بشكل نهائي إلى القوائم الخاصة باللعبة. نعم، كفى من المستويات التعليمية أرجوكم، لأنه صراحة عندما تلعب المستويات التعليمية يكون المقطع نوعا ما طويل وفقط فيه مستويات تعليمية. على العموم شاهدوا معنا ماذا أعطونا هذا اللاعب على ما أعتقد، شيء جميل جدا. هيا نرجع، ندخل إلى الإعدادات تحديث له، وكفى أرجوكم، كفى من المستويات التعليمية. أوه، اللعبة باللغة العربية، يا سلام. كما تشاهدون الآن قمنا بتحويل اللعبة إلى اللغة العربية. شاهدوا معنا هنا مثلا صارت اللعبة باللغة العربية، مثلا موسيقى، نقوم بإيقاف الموسيقى. هنا الحجم الكلي، يعني اللغة اليابانية، مثلا صوت الشخصية، هناك صوت الشخصيات باللغة اليابانية أو الكورية أساسي، مثلا هنا تعديلات، مثلا الاف بي اس، توفير البطارية عفوا. شاهدوا معنا صارت اللعبة باللغة العربية ومفهومة جدا. شاهدوا معنا دوري الأحلام، هنا تجنيد على ما أعتقد، تجنيد على ما أعتقد، وهو الباكيجات. هنا أشياء كثيرة جدا ورائعة يمكنكم أن تقوموا بعملها. مثلا سنحاول أن نقوم بلعب مثلا دعوات البطولة، سنحاول مثلا أن نلعب مثلا، يعني نقوم باستعراض الجيم بلاي، نستعرض لكم جيم بلاي جديد. نضغط على بدء التحدي. والمميز في اللعبة أنه في كل مباراة يعني هناك ملاعب كثيرة، ومثلا في بعض الأحيان يكون عشب باللون الأخضر، في مباراة أخرى يكون الملعب كما هذا الذي ستشاهدونه معنا. ونعم، نقوم بالضغط هنا على الصفحة التالية. شاهدوا معنا إن شاء الله. الملعب صراحة العشب الأخضر هو الأفضل. نعم، على العموم نتقدم على هذا الشكل، تمريرة قصيرة، وصارت اللعبة باللغة العربية، يعني شيء رائع جدا صراحة. نعم، انظروا معنا، هيا 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 على هذا الشكل، هيا. نعم، ماذا تفعل؟ شاهدوا معنا، انظروا معنا، يا سلام يا سلام، الهدف الأول في الدقائق الأولى. فكما تشاهدون معنا قمنا بتسجيل هدف أول في الدقائق الأولى. نعم، انظروا معنا صوت الشخصيات، كل الأشياء فهي جميلة جدا. انظروا معنا، وماذا تفعل هذه الباسات؟ مروان، هذا الشخصية اسمه مروان، عزيز، مسعود. شاهدوا معنا الآن الكرة عند عزيز أو عبد العزيز على ما أعتقد. نعم، عبد العزيز بالطبع. انظروا معنا إلى أين؟ إلى ناصر، ها هو ناصر، إلى سعيد، ها هو سعيد يتقدم، ولكن ياسر يقوم بأخذ الكرة، وناصر يتدخل بشكل رائع جدا. وهنا نعم، تسديدة الظل، هدف ثاني جدا، يا سلام يا سلام. صراحة اللعبة تحتاج إلى معلق. نعم، اللعبة تحتاج إلى معلق. مهران، لطيف، الكرة عند لطيف، ها هو سعيد يتقدم للكرة، ولكن مسعود صفقة، ها هو عبد العزيز والله الأسماء رائعة جدا، يعني نكهة رائعة جدا في الأسماء. تخليص الكرة، نعم، ياسر، شاهدوا معنا إلى ياسر، ياسر رائع جدا، ولكن حسام يبدو لي على أنه هو الأفضل. هيا يا حسام، هيا يا حسام، هيا يا حسام، هيا يا حسام، الهدف الثالث. فصراحة حبيب الله اللعبة رائعة جدا، أنصحكم بتجربتها. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.